السلام عليكم ورحمة الله، معكم دكتور أحمد سيدياء. نتكلم كل يوم في المحاضرة الثانية من هذه السلسلة اللي نتكلم فيها عن أساسيات السجل. هذه المرة نتكلم لكم عن مختلف الزون اللي عندهم موجودين في السجل وتعريفاتهم وليزينتربال. هذا هو أساس الحديث اليوم. كما نعرف عادة السجل هون فيه 5 أنواع من الموجات اللي نقالهم ويفز أو دي زوند. عادة هنا عندنا هاي دنيت سينيزال اللي هي موجودة بلورية الدروات، وهي قد تعتبرها أن هي قال هي مركز القيادة، وعندك هذا اللي نيت وريكوفنتريكيلير، وهذا هو مركز التحكم والتوزيع باختصار. لوند بي عادة هي اللي تعكس اللي قاله ديبريزاسيون وريكيلير، وكياراس كومبلكس هذا بمجمله ويتعدد من الموجات غالبا بمجمله يعكس اللي ينقادو ديبوليزاسيون فانتريكيلير، ولون تي اللي هو ريبوليزاسيون فانتريكيلير. وقدر قاعد يسوى اللي يقول لي منين عشان اللي ينقادو ريبوليزاسيون فانتريكيلير، لأنه ضعيف وإشارة ضعيفة، وبالتالي السجل ما تلتقطها ولا تظهر عليه. بالنسبة للصالي اللي ينقادو ليزانترفال، عندنا ذا لينجالو بير. بير معناها على انك تتحسب لينجالو كونديكسيون وريكو فانتريكيلير، وعادة يلا يعود في حدود الطبيعي من 0.2 ل 0.2، وذاك بمعنى زاد ما لآخر على انك يلا تعود بقى حاسبه من بداية لوند بي لنهاية الى بداية لوند كي. هذا هو كيف نحسب من بداية لوند بي الى بداية لوند كي. والطبيعي يا قاعد تشوف لا بعين المجردة يلا يعود مدته الزمنية ما تتخطى مربع كبير، وذيك هي ما يعادل 0.2. طيب بمعنى مجرد تشوف اللون الانترفال بي ار جاي بذاك الحدود ذاك، معناه يعني انه طبيعي، اي وايد اختصر عليك الحسابات. بالنسبة للي قال له كياراس كومبلكس كانوا دارش والله كور، عادة يعود ما يتخطى ماشي بهذا الخضار اللي هم ما يتخطى ما اللي هو مربعين ونص إلى 3 بالكثير، اللي هي اللي عودة أقل من 0.2. وده اللي صار خاردين قالوا انترفال كي تي يبدأ من بداية لون كي إلى نهاية لون تي، وهذا يعكس اللي قالوا ديبوليزاسيون فانتريكيلير ولا ريبوليزاسيون فانتريكيلير، معناها المدة كاملة اللي قبلها لفانتريكيل بلا ديبوليزاسيون وريبوليزاسيون مدتها كم، إذا كان زايدة إذا كان قصيرة إذا كان طبيعية، وهذا كله عنده اعتبارات إن شاء الله نتكلم عنها لاحقا. بالنسبة للي قالوا حساب لوند اللي قالوا الانترفال كي تي هو لاحظوا على أنه عادة يتغير بتغير شنقالوا فريكانس كاردياك اللي نقول برادي كارديك ولا تاكي كارديك، وبالتالي عنده هذه العلاقة. طبعا في الفورم الياسينية غير هذه أشهر واحدة هي اللي عادة موجودة في معظم الماشين، وهي اللي يحسب عليه اللي نقاله كي تي كوريجي بالنسبة للي نقاله لفريكانس كاردياك، ومعظم الماشين قاعد تحسب لك بشكل دقيق. ويا الله يعود ما يتخطى هذه الحدود اللي هي يا غالياك يعود زيادة معتبرة ما يتخطى، ما لا يتخطى 500، بالتالي يدخل بهاي المرحلة اللي هي أي عادة عند مرحلة حرجة وقد تسبب شيء دارتمي قاتلة. هنا لين نتكلم عن الانترفال الـ انترفال، كما قلنا عن مدة زمنية ما لا يتخطى 0.2 سكوند، ودي قلنا عنها عادة اللي هي حدود مربع كبير. وأول شيء ياك عن قيسه اللي شنقالوا للبير انترفال، يلا بعد قاعد نخرص نقبو إلكترود واحد مثلا على سبيل المثال ونخرصه على طول، ونخرصه كان قاعد لوند هي كانها تالبتها كي ار اس كومبلكس على طول على طول على طول الإلكترود هون مثلا هاي تالبتها هاي تالبتها هاي تالبتها. ثانيا اللي نخرصه مثلا على سبيل المثال هون هذا قطعا زايد لأنه متخطي قطعا مربعين كبار، وهذه زيادة كبيرة جدا، وهكذا زايد 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 زايد.
على طول الإلكترود، وطبعا هاي الزيادة زيادة ثابتة، بمعنى خرصهم مثلا بهذا الإلكترود الآخر من اس جي آخر، حتخرصون ليشوف هذا شنقال بيار انترفال هو النورمال جاي حدود مربع كبير، وبالتالي ذاك طبيعي. وهي خرص اللي تالبها ضربة لتالبتها من نفس الإلكترود يجبرها على أنها زايدة، وهون عاد تطول من كانت، وهون عاد قاع اللاونت بي ولا تاد قاع تالبتها قاع كي ار اس كومبلكس. شفتوا معناه انك لا ما يكت ما لا يكفي فقط انك تكتفي بواحدة وتخلص فيها البيار، لا بد تخلص على طول الالكترود. ولين يشوفون قاع هون الامر اكبر قاع، وهون لا تم عندنا نوت بي هون. اذا قلنا عن هذا هو بيار انتفاد هذا زايد، ينين يشوفون نقولوا هذا طبيعي وهذا المربع، ينين يجهون يجبروا قاع اونت بي قاعدة وحدة مع تالبتي كي ار اس كومبلكس، ينين يجهون يجبروا اونت بي هون جاية قاع وراء كي ار اس كومبلكس. معناه عنهم قاع ما فيه اي تناسق بين البي والكي ار اس كومبلكس، كلها تجيب الوقت اللي بقات. وهذا هو اللي دائما تسمعوا اللي ينقال له بي ا في كومبلي ولا تروازيام ديجري، وهذا هو بي ا في بريمير ديجري، وهذا ديزيام ديجري تيب ان. طبعا انا مازلنا ندور نتكلم عنه ان شاء الله بالتفصيل. هون الصلاة نعرض شوية على اللي قال له كي ار اس كومبلكس، ونمبلي نشوفوا امثلة عليه هنا يعود لارج كما انكم شايفين هون. كما احنا قلنا عنه اول شيء الله يعود ما يتخطى يلا ما يلا يعود اقل من 0.2، وبالمربعات الصغيرة ما يلا يتخطى مربعين صغار الى مربعين ونص. وبالنسبة لهون هذا هون لارج، وطبعا هون في هاي الحالة هذا المريض عنده اللي قالوا بلوكد برانش بوش، وطبعا وزن ان شاء الله ونتكلم عنه. وملي يلا تخرص ملي شكل ملي الكارس كومبلكس والزيادة اللي واقع له ناتش عن اش، كيف تكون مثلا هاي اللي قال لون دلتا تخريب هذا السندروم اللي هو هون، وندور ملي ان شاء الله نتكلم عنه. معناه عن زاد شكل الكارس كومبلكس والزيادة اللي طلعت عليها هي كانها نتيجة عن زيادة في أول كارس كومبلكس نتيجة إضافة أوند جديدة عنده دلالة واحدة، والله ما الزيادة في نهاية مالي لما اللي عنده دلالة أخرى. هون الصف هذه سلايد هنا يتكلموا عن اللي قالوا لي كي تي سي، كما ترعوا هون على أنه من الأسباب اللي تؤدي إلى زيادته أو التريبل أيونيك اللي هون، وريميديكامان كيف الانتياميتيك وبعض الانتيبيوتيك اللي تتداخل مع بعض الادويه، وخارج روايه كونجينيتال قاع. بالنسبه لخارج تلك الصخره قد تساعدكم بمعرفه عن الكي تي سي على نزايد فقط بالنظر بالعين المجرده، كما قلت عن معظم قاع لماشين دور تحسبها لك بشكل دقيق. شوف كيف مثلا لجينا هون الانترفال ار ار وخطينا خط هون وقسمناه من النص، يلين نشوف لو انت تخطات هذا، هذا يدلك على ان هذا المريض عنده زيادة من اللي ينقالو كي تي سي. ومشكلة قاعد لون كي تي انه مشكلته انه دخلنا ذا اللي ينقالو تورسادا بوينت اللي هو قاتل جدا، لذلك مهم جدا تنتبه لكي تي سي كما قلت عنه، خصوصا لين يعود عاد متخطي 500. نجيو مثلا لا تطبيقات اكثر نشوفو كي تي سي، هذا هون كيف ما تحسبو. منين يجي كيما قلنا بالعين المجردة نقيسو المسافة هون ونضربو خط نص، شوفو هذا زايد، هذا يدلك على ان هذا المريض عنده زيادة زين قال الكي تي سي انترفال. نشوف هذا المريض اللي هون هلا من الاسباب اللي تؤدي لزيادته ليبو مغنيزيمي، ونخطو هون هذا زايد، وهون هالي بوكاليمي بالسيف جاية متخطيته. وكما قلت عن هاي القاعدة عادة تنطبق اللي يعود الباسيان تكك هاردك حتى ما قد تتكل عليها، وبالتالي لا بد تتكل على حساب الماكينة. وبالنسبة لهون شوفوا هالي بوكاليمي هيبوكالسيمي شوفوا زايد علي. معناه على ان هون تكلمنا عن لون بير لون بي وبير انترفال، وتكلمنا عن الزيادة فيه وكيف نحسب بيه،
وتكلمنا عن الكيارس كومبلكس، وتكلمنا عن الانترفال كي تي. والمرة الجاية إن شاء الله تعالى ندور نتكلم عن الاضطرابات اللي تخرج في كل من هؤلاء الانترفال، وشين هي دلالتها، وكيف يتم التشخيص عن طريق الاس جي. والسلام عليكم ورحمة الله.